ست سنوات مرت على اليمن منذ انقلاب ميليشيا الحوثي في 21 من سبتمبر من العام 2014. ذاق فيها اليمنيون الويلات كما باتت تهدد النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية. الحوثي مشروع تدميري، مشروع قتل، مشروع تصفية للآخر، ويريد أن يفرض مشروع السلالي الطائفي بالقوة على الشعب اليمني. لا يعني غير مدرك بأنه يضرب الهوية اليمنية خدمة لأجندة خارجية متمثلة بالأجندة الإيرانية. تسبب انقلاب الميليشيا بإعلان المملكة العربية السعودية تدخلها في اليمن تحت مسمى عاصفة الحزم وبمشاركة دول عربية عدة، جاءت من أجل استعادة الشرعية وإسقاط الانقلاب، إذ كان هذا هو الهدف المعلن حينذاك. انقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن أدى إلى إعطاء عاصفة الحزم مبررا للدخول إلى اليمن، ولكننا لم نلاحظ أي إصلاحات منذ أن دخلت عاصفة الحزم إلا أنها زادت بلة. مع إطالة أمد الحرب لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع استمرارها حتى اليوم، حيث تدخل عامها السابع، ومع ذلك بات هدف استعادة الشرعية خارج أجندة دول التحالف، مع ظهور مشاريع وأجندات أخرى تتكشف للجميع وتحاول النيل من اليمن ولم تعد تخدمه ولا تهدف لاستقراره. تدخل التحالف فيما يسمى إعادة الشرعية لليمن، ولكننا نجد بعد هذه السنين الطويلة أن لا التحالف دعم الشرعية ولا سمح لها أن تتواجد داخل أرض الوطن. وهنا نناشد الشعب اليمني أن يكون هو الحكم، وأن يكون الشعب اليمني هو المعني الأول والأخير بإنهاء الانقلاب، بمحاربة هذه السلالية القبيثة التي وفدت إلينا بإنهاء مشروع الحوثي. هذه حربنا، هذه طريقنا، وليس طريق التحالف. بالنظر إلى الجبهات المشتعلة في محافظة تعز خصوصا في الريف الغربي والجنوب الشرقي، استطاعت القوات تحقيق تقدمات واسعة خلال الفترة القليلة الماضية، لكنها تبقى محدودة، خصوصا أن الجيش والمقاومة لا يمتلكون من العتاد العسكري والتسليح الذي يتناسب مع حجم المعركة، كما أنه من غير المعقول أن يمتد أمد الحرب إلى هذا التوقيت ويبقى الجيش يقاتل بأسلحة شخصية. تسببت الحرب بتشريد ملايين اليمنيين ونزوحهم، ناهيك عن عشرات آلاف الضحايا من المدنيين والعسكريين. ومع دخول العام السابع لا يبدو أن حسم معركة استعادة الشرعية وإسقاط الانقلاب سيكون قريبا. فوز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.